تفهم بالأصول أمي ما بتفهم الأصول. خلاص ما علينا هلأ، المهم فرجيتك الساعة تبعي؟ لا. الساعة اللي بتضوي بالليل؟ قصاي ايه تعين يا أمي برضاي عليك. طيلة ما بدها مو تقري وتلبخ، هدول عرصة بنحط لهم الغراض ومبارك لهم ونمشي. يعني يا ماما بدنا نقعد هيك نتعشى ونحط فواكه وحلوة هيك ونشكلس الأمور يعني؟ لا ما بدك تشكلس الأمور، قلت لك بنحط لهم ياهم ونمشي، وهنيك بالبيت بحط لك أكل وحلو وفواكه. أمري لله شرفي. بس رح يجي يوم بتدلليني مثل ما بتدللي. هلا انت خلص جامعتك والكل حادث حديث. يلا شفتي شلون؟ شفتي بتحبي اكثر مني؟ لك شفتي؟ لك شو دخل جامعتي بالنص؟ لك كلهم شوية مواد حامله، والله متمني هيك كون حامل شي جبل بس لارتاح منكم. لك هلا حاجة قر. حاجة قر اصلا ما عاد في نفس لا للعشاء ولا للحلو. اريح يلا دقي خلي لي ابنك البلة رح دقه. اهلين بست الكل. اهلين تقبرني. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك يا روحي. نحن مو جايين نقعد، نحط لك الاغراض ونمشي. شو هالحكي ماما؟ شو هالحكي؟ شو جاي على غريب انت؟ تحط الاغراض وتمشي؟ اسمع على الحكي. شو هالحكي يا ماما؟ عم يعذبك هذا ولا شو؟ يعني لو تشد ايدك. عذبها لاما؟ يا امي انا عم اعذبك؟ الله يسامحك يا رب. لا اخي انت بتعرفني. شلون الزواج معك اخي؟ ان شاء الله هيك بيضنا وبشنا. حلو. شايفه؟ شايفه التربيه تبعك؟ حط الاغراض، حطهم حطهم من ايدك. حطهم. رح فيق لكم رولا دقيقتين نشرب فنجان ابو. لا لا تقبرني، لا الله يرضى عليك بدنا نروح. يا امي شو تروحي؟ شو بدنا نروح ما نروح ماما؟ بدنا نقعد نتعشى وناكل فواكه وحلو. خلص بناكل بناكل كل شيء. لا ياكل ولا ناكل، بدنا نروح. اترك رولا مرتاحه، غير مره بنجي بنتعشى وبنقعد عندكم. لكان غير مره ماما، غير مره بس تروح على الجامعه بتعملوا اللي بدكم اياه. لك الله يخلصني من هالظلم كله. يلا بدك شيء تقبرني؟ لك والله حبيتك تعدي. لا تقبرني، هلا انت اذا بدك شيء حكيني بالموبايل ماشي؟ يلا يلا خذ لك شو لك تعال لهون. لا وجع. يلا امشي. لك منيح. لك امشي خلص منيح. بحكي لك بعدين بس تكبر. يلا سلم شي على رولا. الله يسلمكم. قول الغرام ما يخليني يسرقني من حالي ينسيني اللي كان ما بعرف شو صاير. حلو صوتي؟ ايه صح النوم صح بدنك صح الجمال بيبي دخيله لالله. مين اجا؟ اجت ماما واحمد. ليك شو عملت لك؟ ياي حلوين؟ هذا انت عملته؟ ايه صح حلوين. لسه بدي اعمل لك كل الكنبايات هيك. ودخلك يعني ما كان لحتى تذكر تقوم بواجبها؟ واجبها؟ تقبريني انت مو طول الليل كنتي مقضيتيها انه ما بدك حدا يجي وتتذكري وتما قلتي لي انه مو بكرة الا لأمك انه تجي من الصبح ولا كلام الليل غير كلام النهار. مو ضروري انا حب، مهم الواجب والاصول. هي ماما اجت من وش الصبح حكيت شي؟ لا والله. زعلت شي؟ لا والله. طيب يعني حتى امك ما تنازلت وشافتني وطمنت علي؟ تقبريني هن بس يعني اجوا جابولنا شوية فواكه وغراض، ما رضوا يشربوا قهوة، قهوة ما رضوا يشربوا، ما بدهم يضايقوكي يعني ما بدهم يفيقوكي، مزوقين كتير، ذكروني بأمك. ايه طبعا مزوقين كتير كمان، ما بكفي اخدوني كنتون. حلو كتير انتي روحي. بيبي ولا بس رايح؟ تقولين رايح على الجريدة شوي. على الجريدة؟ لك شو بدهم يقولوا عنا العالم؟ مل من عروسته بعد كم يوم نزل؟ لك شو مل من عروسته؟ ليش أنا عندي أحلى من عروستي؟ روحي ما رح يقولوا هيك لأنه أنا أصلاً ماني نازل على الدوام. إذن شو رح تعمل؟ حبيبي بدي سلم المقالة واسحب شوية مصاري بلكي اعتزنا. هاي إيه بعت على النت وبس ننزل إحنا بنسحب مصاري. حبيبي ما بيمشي الحال لأنه لازم يكون بين إيدينا مصاري بلكي اعتزنا. طيب شو بدك يعني أطبخ لك اليوم؟ روحي شو ما بدك نتغدى ليك والبراد مليان. لا بيبي
عبالي انا اطبخ لك، لانه انا هلا اجازه يعني فيني اطبخ وهيك، اما بكره بس بلش دوام نصير ناكل من الفريزر. ايه دخيله انا اللي بدي اطبخ لي. شو بدك تطبخي لنا روحي؟ شو ما بدك. والله جاي على بالي عاملين لنا هيك فاصوليه بزيت على كيف كيفك. يا مو تكرم عينك، رح اعمل لك دجاج ورز وبعرفك بتحبها كثير. دجاج ورز مثل ما بدك. خلص حبيبي، لكن انا حجيب معي لبن وعدة السلطة مشان هيك تزبطينا الأكلات على كيفك. لازمك شي غيره؟ لا يا عمري، بس لا تتأخر. لا حبيبي، بحبك أنا بيبي. عم فكر أطبخ دجاج ورز، قلت لحالي سهلة وبعرف أطبخها. دخلك ماما هي شو بدها غير سلق الدجاج وطبخ الرز؟ ها أيوة، ليش هنن شو بيحطوا له لسلق الدجاج؟ لحظة، قرفة، ورق غار، بهارات. طيب وماما الرز كم كاسة مي؟ كل كاسة كاستين مي. وشو بدي قلك، بنحط معه شعرية ولا بلا؟ طيب ماشي مامي، يلا لكن خليني انا هم اطبخ. ايه إذا بدي شي بخبرك. باي باي. عمش طلعت كتير صعبة. عليكي خليه يعرف قديشني أنا نظيفة. لازم كل شي يكون معك طبعا نظيف. شو لك مش عجبها نحلمها؟ شفت قصي طالع من البيت بكير، قلت لحالي بخلص شغل البيت وبجي بتطمن عليكي. اهلا وسهلا فيكي. يعني نحن صرنا جيران واهل وما في كلفه بيناتنا، يعني اذا مشغوله برجع بوقت تاني. بالعكس انا مالي مشغوله ابدا، لانه فقت من بكير وخلصت ضب البيت. ايه عن طيبه عن طيبه قصي، متمسك فيكي كل هالقد، ما شاء الله هذا غير جمالك. الله يحميكي الهي. مرسي تانت، خجلتيني. حبيبة قلبي، شوفي أنا جاي أقلك كلمتي، إذا بتحتاجي أي شي أي شي ها أنا جاهزة من عيني هي قبل هي، سعرك بسعر بنتي ليلى بإذن الله. أكيد خالي أم ليلى، رح أقوم أعمل فنجانين قهوة ونشربون سوا. كيف قهوتك؟ لا حبيبتي ما بدي غلبك. لا ولو، بالعكس وسط. تكرم عينك. ليه هيك الملح خشن؟ ان شاء الله يتذكر يجيب معه ملح ناعم. شلون يعني بيتذكر؟ يعني هو وصيته. حبيبي يعطيك العافيه. روحي على مهلك على مهلك على مهلك. بدي لك اسوي سلطه. طبخات شكلها كثير طيبه. روحي. اشتقت لك انا. وانا انا كوشات كوشات كثير يعني. أنا هيك على فكرة ريحة كثير حلوة. ريحتي؟ الطبخة. خلص يلا قصي، روح هلا غير ثيابك. خليني ساعدك هون أعمل لك شي شغلة. مد إيدي على البندورات لعمل لك. بدك تغسل إيديك قصي. خلص. يعني مو بس ريحة أكلي طيب، لسا بدي خليك تنسى أكلات أمك، ووين ما بتروح بدك تقول لهم مثل أكل مرتي ما في. يا ويلي على الروائح الطيبة. عامل لك سلطة على كيف الكيوف. وأنا عاملت لك أكلة بتجنن. صبي روحي صبي ميت جوع. والله عم يسرعونا هالمتورات هون. عادي حبيبي ما تعودت. عادي روحي عادي بيبي. هلا بس بدي أقول لي بكل صراحة، مو أطيب أكلة دقتها بحياتك؟ مو من تحت ايديك الحلوين اكيد بتكون اطيب اكله. في شي بيبي؟
دايما. انت دقتي لها الاكل؟ لا، اللي ناقصه شيء؟ روحي انت غاسله الدجاج والبطاطا منيح؟ طبعا حبيبي، لكن شو طبعا غاسلتهم، بس انت شكلك مو متعود على الاكل النظيف. حقيقة انا مو متعود اكل رز بالسكر ودجاج وبطاطا بالصابون. ميمي آسفة، شو بدنا نعمل هلا؟ أول شي أمي كبي هذا الأكل حرام، بس شو بدنا نساوي؟ يعني ما بيتاكل، منقضيها نواشف يعني. شوف بالبرات شو في علبة طون شي شغلة. مي كلها صابون. مرحبا حبيبتي، ان شاء الله بس ما تكونوا تغديتوا، لاني عامله رز ودجاج واشتهيتكم فيه. ليلي يا ليلي يا ليلي. لك لكن طبخت وشو طلعت الطبخه طيبه؟ بتعرفي انت بنتك شطارتها قصاي. طار عقله بالطبخه، اصلا اكل اصابيع وراها. تخيلي ماما قال لي انه انا طبخاتي اطيب من طبخ امه بألف مره. اصلا حماتي ما بيطلع بايدها تطبخ مثلي. ماما نسيت خبري، انا اليوم عملت له لقصي اطيب قالب جاتو، بدي خليه وين ما يروح يحكي عن اكله وشطارتي. هي ماما عم تسالني على الطبخه. يسلمي لي عليها كثير لحماتي. ايه مامي بيسلم عليك قصي كتير. روحي ريحة شو كأنه في شي عم يحترق. لك هذا الجاتو يا حبيبي من أول حماتي وحماتك. ألو؟ إيه حماتي؟ لا لا ما في شي، بس يمكن الجاتو احترق.